بتعرفي عمتي هذا الشيء كتير حلو، عن جد بتشكرك كتير وبحبك عمتي. أنجيتا؟ لك انتي شو سويتي؟ تعرفي انه فال مو منيح اذا بيوقع منك الصحن؟ ما انه منيح؟ مو ليكون هذا منيح؟ هو لحد هلأ ما بيعرف شو يعني الأخ، شو يعني الزواج، شو يعني يكون رجال. كيف؟ الشي الصح واللي مو صح كله مثل بعضه، هو ما بيفكر غير بحاله، ما بيهمه غير حاله كمان، وما بيهتم بالناس التانية. لو بيطلع بإيدي كنت بحطه بالسجن فورا. بس مو طالع بإيدي شي هلأ، لهيك هو بيستاهل هذا الكف.